ليلة بسهرتنا رح يبلش العد العكسي لنهاية سنة 2011 وبداية سنة 2012. لحظة قبل ما نبلش بسنة 2012 لنعرف شو صار بال 2011، خلينا نسأل العالم والقيمين على النشاطات اللي عم بتصير لنشوف شو صار معهم بال 2011، اوكي؟ شو صار بال 2011؟ ايه سأل بابا نويل، انا كنت غايب ما بعرف. اساله شو صار بال 2011؟ خبره. شو صار بال 2011؟ بال 2011؟ ليه خلصت 2011؟ نحن بأي شهر؟ ما بعرف شو صار بال 2011، ما صار شيء. ما عادي، كانت سنة عادية جدا. ما عندي فكرة. مرحبا. أهلا. شو صار بال 2011؟ ما بعرف شو صار ب 2011، ليه عم تسأل؟ ما بتعرف شو صار؟ لا أكيد؟ أكيد ما بعرف، عم بشتغل مشغول كثير، ليه؟ ما كمان بتعرف؟ لا ما عندي فكرة، في شيء ليه؟ شو صار ب 2011؟ أخي هلا عني تركني مش شايفني مشغول، بدلكم راكبين ورانا. 2011 مش فاضي. ايه الفيستا صار مش بأدار 2011. أدار. شو صار بال 2011؟ لا نحن بال 2011؟ شو صار؟ من أول 2011 لآخر 2011 بعدنا عم نغسل وما عم يخلص الغسيل، خلص. 10 11 12 دقيت الساعة بالليل وأنا وحدي. مبروك. شو صار ب 2011؟ كلعني يا خي، شايفني مشغول؟ مش أنا فاضية لك؟ 2011 و12 و13 و14 كلعني يا خي. روح. الهيئة ما حدا بده يخبرنا شو صار. شو رأيكم نشوف مع بعض بهذا الريبورتاج؟ رح نبلش بأول شهر من السنة، كانون الثاني 2011. بيقول المثل اللي خلف ما مات، بس الحياة عنا حبل وخلف لترابات. من بعد هالخليفة بلشت الأولاد تكبر، بلشوا الوفود من خارج البلاد تجي وتهنينا، وأول وفد كان المتكلم جون جلاس، وصار يحكينا كيف لازم نستفيد من هذا الشيء اللي صار. جوزيف will burst beyond his walls. بيقول إنه فروعه صعدت على السور. He will expand. توسع جدا. أما بسبع شباط إجا وفد من الكنائس الكاثوليكية، واجتمعوا عنا بالكنيسة سوا مع القسيس سعيد. سهرة عيد العشاء هذه السنة كان لها نكهة مميزة. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. بأدار صاروا أولادنا كبار، شاركونا باحتفال الملكوت 2011. عروستو تحضري، عريسك جاي.
بكتابنا الرب يجي إلينا جينا على الفيستا حتى نتوج ملكنا مكتوب بكتابنا الرب يجي إلينا جينا على السهرة حتى نتوج ملكنا يا مرحبا أما 10 نيسان ضمنا الكنيسة أعضاء جداد كملنا نكبر. بعيدش عنيني شو صار، اللي صار انه كنيستنا والكنائس الكاثوليكية عجقنا الشارع كله. بعد الشعنينة غسل الأرجل اطرق بابك بعد الضياع الكلي أو يصلح أن أقترب إليك بذلي ضيعت أنا فرحتي مني بجهلي أما على عيد الفصح بكرنا كتير وأكلنا كتير وبشرنا كتير شهر نيسان في مؤتمر كنيستنا السنوي مع كريس راج بالان بي سي أيار أخذنا كريس راج على ثيوبوليس واستفدنا من عيد العمال واجتمعنا مع كنائس الله ب13 أيار الاحتفالات الضخمة بلشت عنا مع Youth for Christ تاني يوم دغري ب14 أيار مع الـ LYC Resurrection
بالحديث عن الاحتفالات ما بدنا ننسى الولادات، هيدي السنة انضم لكنيستنا أطفال جداد. الفين وحداعش كانت مليانة أعراس أفريقية، أثيوبية، نيجيرية، وأكيد لبنانية مع ربيع ومايا. لما تكون مع يسوع أنت عطول فايز، فالوفد يلي زارنا هو مرنم ماهر فايز والمتكلم فيكتور حشوة. الانتعاش في العهد الجديد كان في مدينة السامرة عندما أقبل المدينة بكاملها إلى المسيح، وأصلي أن مدينة بيروت بكاملها تقبل إلى المسيح باسم يسوع. آمين. أما المفاجأة الكبرى يلي كنا ناطرينها هي زيارة القسيس إيليا ملكي بعد غياب طويل عن لبنان. امسح الكلمة باسم يسوع، أسبحك بقلب اشتاق دوما حضورك وأعبدك. مش ممكن تحصل على إيمان الروح حتى تنال إلا ما يتداخل الروح القدس معها. نأتي لك يا ربنا، نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا. وسمع فينا شخص جاي من الصين بيشبه كتير جاكي شان بس اسمه باستر بان. أما الخدمة بمركز نبى الحياة هيدا اللي صار. حزيران رحلة على تيوبوليس. آب كيرمس 2011 مع فريق من أمريكا. وانطلاق صديقات مركز نبى الحياة. اسم عيشة للماكس. خمستاعش تموز العشاء السنوي كان غير شكل. لأنه الركض كتير منيح رجعنا وعدنا تجربة الماراثون ببيروت ماراثون 2011، بس هالمرة كان معنا فنانين عم يدعمونا. إيزو
شهر الميلاد هيك بلش. 16 شهر دبي بابليك سكول قدموا لأولادنا ريسيتال كتير حلو ووزعوا لهم أكيد الهدايا. تسعتاعش الشهر YMCA الساحر شيكو احتفلوا مع أولادنا وشاركوهم فرحة العيد. هيدا قبل الظهر، أما بعد الظهر برعاية أوتيل روتانا قدموا لأولادنا حفلة رائعة مع الكثير من الهدايا. وأكيد ما رح ننسى فريق الدراما تبعنا. شو عمل هالليلة؟ نحن يعني ولا بدور ما بدور. وين الجمهور يا بدور؟ ما في جمهور. مرحبا. مثل ما بيقولوا وختامها مسك مع موسيقى قوى الأمن الداخلي للمرة الثانية على التوالي عم يعزفوا مع أطفال مركز نبل حي. السنة الماضية قلنا إنه أطفال اليوم هي كنيسة الغد، ونحن اليوم بالغد. يلي كانوا أطفال مبارح صاروا كورال الغد، كورال كنيسة الله برج حمود. شفتوا هلأ شو صار بال 2011؟ عم نقول ليش هلأ تعبانين تعبانين تعبانين.